ويكي بودكاست، سلسلة بودكاست حول ويكيبيديا ومجتمع ويكيميديا. أعزائي المستمعين، عزيزات المستمعات، أهلاً ومرحباً بكم معنا في الحلقة السادسة من البودكاست الشهري ويكي بودكاست، البودكاست اللي تلقي نظرة على العالم ديال ويكيبيديا الموسوعة. في كل حلقة غادي نتعرفوا مجموعين على موضوع جديد، برنامج جديد، أعضاء جدد. الحلقات غادي تكون بلغات ولهجات متعددة، كاللغة العربية واللغة الأمازيغية والدارجة المغربية. أنا لبنى إيت أوماس، عضوة مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب. في الحلقة ديال اليوم غادي نتعرفوا على موضوع جديد واللي هو مشروع الدارجة في ويكيبيديا. فكيف ما تتعرفوا، مبدأ تاع ويكيميديا هو تسهيل الوصول إلى المعلومة وجعلها متاحة للجميع. وباش تقدر تحقق هذا المبدأ، بزاف تاع المجموعات الويكيميديا فكروا اشتغلوا حتى باللهجات المتعددة داخل البلدان. واليوم غادي نشوفوا المجموعة ديالنا وتجربة العمل تاعها في هذا المجال، أي ويكي دارجة. ولهذا الغرض غادي نرحب أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بسي منير عفيفي. شكرا لبنى على الترحيب. منير عفيفي محرر مغربي تشارك بشكل كبير في العديد ديال المشاريع ديال ويكيميديا، بما فيها مشاريع الدارجة المغربية والإنجليزية والعربية والألمانية وحتى الفرنسية. وهو أيضا مهندس برمجيات مقيم بالديار الألمانية وعضو بمجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب ومحرر نشيط بويكيبيديا منذ فترة طويلة. سي منير عفيفي، مرحبا بك مرة أخرى وشكرا لقبول الدعوة. شكرا على الدعوة، ونتمنى أن هذا المحتوى ديال البودكاست يكون مفيد للمستمعين. الدارجة المغربية هي واحدة من اللغات اللي كيهضروا بها المغاربة. الدارجة المغرب قريبة بزاف للدارجة ديال الجزائر وكتشبه شوية الدارجة ديال تونس. وكيف ما تتعرفوا، الدارجة المغرب عندها تركيب لغوي جاي من الأمازيغية، لأنه أغلب كلماتها من الأمازيغية والعربية، باعتبار أن المغرب كان مستعمرة تاع فرنسا والبرتغال والسبليون. فالدارجة المغربية حتى هي تترات باللغات الثلاث اللي هي البرتغالية والفرنسية والسبليونية. سي منير، أنت عندك واحد الإلمام كبير بتاريخها، واش تقدر تهضر لنا عليه شوية؟ شكرا على السؤال. بالنسبة لتاريخ الدارجة، إلا بغينا نهضروا عليها بشكل مزيان، فخصنا نرجعوا لفترات تاريخية قديمة بزاف، لأن كاين مؤثرات على الدارجة، يعني كلمات مثلا اللي مستعملين يوميا دابا، اللي تلقاو الأصول ديالها كترجع للغات القديمة اللي ربما دابا ولات لغات ميتة، مثلا بحال اليونانية القديمة أو اللاتينية. فتلقاو هاد اللغات هادو كان عندهم تأثير على اللغات المحلية ديال المغرب في ذاك الوقت، اللي هما مثلا الأمازيغية. وباللي يعني هاد المؤثرات بقاو يعني استمروا تاريخيا ووصلوا لنا حتى اليوم. فالأمازيغية بحد ذاتها هي كتحمل يعني المؤثرات التاريخية اللي قديمة بزاف، وغير بالتحليل ديال الأصول الكلمات مثلا في الدارجة تنقدروا نستشفوا بزاف ديال المعلومات على التاريخ ديال المغرب. مثلا عندنا مثلا كلمة فلوس مثلا هي جات من اللاتينية، أصلا من بولوس يعني اللاتينية اللي كتعني الدجاجة. أو لا مثلا بلارج، فهذه الكلمة هي أصلا من اليونانية القديمة. فهذه المؤثرات تلقاو يعني في الدارجة يعني من غير المؤثرات المعطلة مثلا بالنسبة للعربي الفصحى بطبيعة الحال والفرنساوية والسبلونية. يعني كاين مسائل اللي أعمق تاريخيا اللي باقا كنشوفوها في الدارجة. وطبيعة الحال يعني كاين التأثير الأمازيغي هو تأثير كبير بزاف، وسورتو على المستوى ديال البنية، يعني ماشي غير الكلمات، وخصوصا بالنسبة للكلمات كنلقاو مثلا خصوصا في المسائل ديال يعني المعجون ديال الفلاحة ديال البحر، كيكون تأثير الأمازيغي كبير تماك، لأن الناس اللي كانوا تيمارسوا ذوك المهن سواء كانوا يعني ناطقين بالأمازيغية أو لا تيكونوا يعني كيتعاملوا بدوك الكلمات ديال الارض، لان هما الكلمات اللي كانوا مستعملين في من ازمنه قديمه للاشاره، يعني العناصر ديال الطبيعه اللي كاينين.
وحتى المناطق يعني مثلا السميات ديال المدن وديال القرى وداك الشيء تلقاو بان الاغلبيه ديال السميات تيكونوا امازيغيه، وحتى كاع الكلمات اللي مثلا المناطق اللي سميات عندهم سميات مثلا عربيه او لا من لغات اجنبيه تيكون في الاصل كتلقى عندهم سميه امازيغيه، مثلا كازابلانكا ولا الدار البيضاء كان في واحد الوقت كان سميتها انفا، انفا يعني كتعني الكوديا او القمه في الامازيغيه. فيعني انه في يعني تلقاو بانه التاريخ ديال الدارجه ماشي غير من بدايه يعني من الدوله العربيه القدام، ولكن تلقاو المؤثرات اللي اقدم من داك الشيء اذا بغينا نفهموا مزيان التركيب ديالها والعناصر اللي كتشكلها. وطبيعة الحال كتجي العربية حتى هي، يعني كان عندنا لهجة ما قبل الهلالية، يعني لهجة اللي جاو مع الإسلام. فكاين بعض الناس اللي استقروا من شبه جزيرة عربية ودخلوا العربية الاستعمال، وطبعا على طريق يعني تعلم ديال الدين ديال الإسلام وديال القرآن. فالناس يعني أدوبطاو هذه اللغة هذه وبداو كيتحدثوها بالطريقة ديالهم، يعني كيتكلموها بالطريقة اللي كتجيهم هما أسهل بواحد اللكنة اللي هي قريبة للغة الأم ديالهم اللي هي الأمازيغية. وعاد عاوتاني عندنا اللهجات الهلالية اللي هما لهجات اللي جاو ما بين القرن 11 والقرن 13، باش جاو القبائل ديال بنو هلال والقبائل الآخرين بنو سليم وغيرهم. وهما عندهم واحد الخاصيات اللي تيكونوا شوية يعني مختلفين على اللهجة ما قبل الهلالية. وكاين عاوتاني التأثير الأندلسي حتى هو، يعني مثلا واحد الكلمة مثلا ديال مثلا هاد الكلمة هي مركبة من دي و ال، يعني دي ديال اللاتينية و ال يعني العربية، وعطتنا ديال اللي كنختصرها بد مثلا. فهذا تأثير أندلسي ديال، لأن تما كانوا كانت العربية واللهجة ديال اللاتينية كانوا كيتأثروا بعضياتهم، فعطاونا مثلا لغات أو لهجة بحال المزاربية مثلا اللي هي واحد اللهجة اللاتينية ولكن تأثر بالعربية بزاف. واللي كنلقاو اثر ديال تفس بلونيه مثلا، حاليا تلقاو بزاف الكلمات العربيه اللي كنلقاو في اسبلونيه. فبزاف الكلمات اللي كنعتقدوا بانها هي اسبلونيه في الاصل هي كلمات مزاربيه، يعني ديال الموريسكيين او الاندلسيين اللي جاو استقروا في المغرب وكانوا كيهضروا بهذه اللهجه هذه اللي هي ماشي اسبلونيه وماشي عربيه. فيعني التطور طبعا حيت الدارجه بقى مستمر، يعني ما حبش. فكاين ديما تفاعل مع العربي الفصحى بطبيعه الحال، لان كانت ديما كتستعمل على المستوى ديال النخبه ديال على المستوى ديال الدين في المساجد وداك الشيء، فكانوا الناس يسمعوا هذه اللغه هذه وديما تياخذوا منها مصطلحات. وبطبيعه الحال مع الامازيغيه بشكل مستمر، وعاد كيجي مع الاستعمار الفرنساوي، فكاين تاثير ديال الفرنساوي حتى هي، يعني بزاف المصطلحات خصوصا ديال التكنولوجيا. وثمن مورا ما خرج الاستعمار فبقى مثلا التعليم خصوصا في الجامعات بقى بالفرنساوية، فالمصطلحات التقنية وداكشي بزاف منهم كتلقاهم يعني بالفرنساوية. ومؤخرا يعني تلقاو مؤثرات أخرى مثلا من الإنجليزية حتى هي، يعني بزاف الناس دابا كيتعلموا الإنجليزية لأنها لغة عالمية، فمرة مرة مثلا كيستعملوا مصطلحات اللي جاية من الإنجليزية، فنقدروا نشوفوا في المستقبل يعني في الأجيال الجاية مثلا أن بعض المصطلحات الإنجليزية غيدخلوا يوليو جزء من الدارجة. فوالا يعني هادو هما نقدروا نقولوا السيرولوجي ديال الدارجة في المسار ديال التاريخ المغربي. عبارة أخرى نقدروا نقولوا أن الدارجة هي دليل على التعدد ديال الثقافات بالمغرب السيمونيك. كيف ما سبق لينا تعرفنا عليك في الحلقة الثانية ديال ويكي بودكاست، وكيف ما قلت قبيلا أنت تشتغل على مجموعة ديال المشاريع ومن بينها المشروع ديال الدارجة اللي أنت أحد مؤسسيه، علاش بالضبط اختاريتي تشتغل على الدارجة؟ هو كتصحيح انا ما قدرتش نقول انني مؤسس ديال المشروع ديال الدارجه، انه كان موجود قبل ما ننضم ليه انا، وكان خرج فعليا يعني كان مشروع يعني ديال ويكيبيديا واحد المده قبل ما ننضم ليه. وفي الاصل هو كان موجود في الحاضنه، يعني من 2008 كنظن كان موجود في الحاضنه ولا الانكوباتور. فهذا المشروع هو الانكوباتور، هو واحد المشروع ديال ويكيميديا بحال ويكيبيديا، هو اللي تيكونوا في دوك المشاريع الصغار اللي تيكونوا يلاه بادين وتعطي الامكانيه باش يتم التطوير ديالهم، وباش يعني باش واحد الكوميونيتي تجمع اللي مهتمه بداك المشروع وتطور فيه. وفاش كيبان بانه داك المشروع عنده واحد الحيويه وكاين الكوميونيتي اللي دايره به اللي كتطور فيه بشكل مستمر على واحد المده اللي كافيه،
فهنا تيخرج داك المشروع بشكل رسمي، وهادشي اللي كان طرا بالنسبه للويكيبيديا بالدارجه. فكان واحد البدايه اللي شويه يعني كان بعض الناس كانوا تيخدموا عليه واحد المده وتعاود يحبسوا وتعاود يخدموا، فبقى بحال هكا من 2008 حتى نقولوا 2019 2020. وفاش كانت واحد الحيويه اللي بدات ولات وكان استمراريه على الخدمه ديال على المشروع هذا، خرج بشكل رسمي من يوليو 2020. ومن ديك الساعه لدابا راه يعني تجمعات واحد الكوميونيتي اللي كتخدم عليه يعني بشكل مداوم. فعلاش اختاريت انا الدارجه كم يعني ويكيبيديا بالدارجه باش نخدم على المشروع هذا؟ ف يعني كاين واحد الخصائص نقولوا على ديال المحتوى في الدارجه يعني في الانترنت، كنلقى واحد العدد ديال المواقع ولا ديال السيتات اللي تيكسبو بالدارجه، تيحاولوا يوصلوا المعلومه، يقربوا المعلومه للمغاربه، ولكن ما كاينش واحد العدد كافي لان كاين واحد الضعف ديال الاهتمام. كاين عوائق اخرين، كاين مثلا ان الدارجه ماشي لغه اللي عندها واحد الصيغه معياريه عكس مثلا اللغات اللي تعرفوا مثلا العربي الفصحى، الانجليزيه، الفرنسويه. ف يعني الفرق بيناتهم بين الدارجه بكل بساطه هو انه هذوك اللغات عندهم صيغه معياريه اللي ترسمات وتحطات يعني هذه مده طويله يعني قرون، وبالتالي فاش كيكون واحد يعني كي من ناحيه تيكون الاهتمام ديال المؤسسات ديال الدوله يعني من الناحيه هذه، وقت يكون واحد الاهتمام مؤسساتي ودعم مادي وداك الشيء للمحتوى ديال هذه اللغات هذو. ومن ناحيه اخرى كتكون الناس متفقين على الطريقه ديال طريقه الكتابه يعني باش نقولوا المعاجم الى اخره، فتيكون ديجا يكون هذه المواد كانوا متوفرين، وبالتالي تكون اسهل انك تخلق محتوى بهذه اللغات هذو. ولكن مثلا لغه بحال او لهجه او لسان بحال الدارجه تكون هذه المساله اصعب، لانه ما تيكونش داك الاتفاق على طريقه الكتابه، المعاجم ما تيكونوش كاملين. يعني كاين معاجم بالدارجه ولكن ما كنلقاش فيهم جميع الكلمات اللي كاين اللي متداولين، او جميع او حتى جميع الكلمات اللي ممكن يتستعملوا في بعض المجالات. يعني كاين مجالات اللي ما كتلقاش اصلا كاع المصطلح، وهاد المصطلحات في العادة تيخلقوهم يعني مؤسسات او الاكاديميات او على الاقل ناس اكاديميين يعني كافراد تيطوروا هاد المصطلحات هادو. وهاد المساله بالدارجه بقى ما كايناش واحد الشكل كبير. يعني كاين بعض المجهودات متفرقه ديال تصوير المصطلحات والاساليب وداكشي ديال الكتابه ديالها، ولكن كتبقى محاولات فرديه في الغالب، يعني ما كتكونش كثيره بزاف. فبوجود هذا الخصائص وفي نفس الوقت بوجود واحد الطلب، يعني كاين بزاف الناس واخا كاين معارضه بطبيعه الحال من ناحيه اخرى، كاين عشان بزاف الناس اللي تيقولوا ان يعني الكتابه بالدارجه حاجه مزيانه، وان غادي تسهل تعطي لاكسي المعلومه لشريحه اكبر ديال المغاربه، وان ماشي غير كاع يعني مساله ديال لاكسي المعلومه، ولكن حتى المساله ديال الراحه النفسيه، انه الانسان باش تيقرا باللغه الام ديالو تيكون مرتاح اكثر وتيستوعب المعلومات بشكل اسرع. فاش كيقرا بواحد اللغه اللي هي ماشي اللغه اللي تتداولها هي كل نهار، تيخصو يدير واحد المجهود اكبر بزاف باش يستوعب معلومه، وربما مثلا ما يستمرش في ذاك المجهود، يعني ربما يقرا غير واحد الجزء ويقول صافي بناقص، يعني ما يكملش في المحاوله ديالو. يعني صار بشكل عام انه بطبيعه الحال حتى يعني في الاطار ديال الدراسه وداك الشيء، راه الانسان تيكون مضطر انه يقرا واحد اللغه باش ياخذ الدبلوم ديالو باش يمشي يخدم الى اخره. ولكن يعني تنظر في الحياه العامه، في الانسان مثلا تيبغي غير يتعرف على مجموعه الحوايج، ربما باغي يدير تطوير ذاتي ديالو في شي مسائل وكذا، فاذا كانت اللغه في حد ذاتها عائق تيقدر ربما ما يستمرش بداك المجهود. ولكن الا كان داك الشيء متوفر بواحد اللغه اللي سلسه وسهله وقريبه ليه هو، ربما يعاونوا هادشي بشكل كبير. فهذه الارتسامات ديال بزاف الناس اللي تنشوف تيقولوا انه فهمتي، يعني ملي كيقراو ولا تيسمعوا واحد المحتوى بالدارجه كيفهموه بشكل اسرع من لو سمعوا او قراوا ذاك المحتوى بواحد اللغه اخرى، حتى لو كان مثلا العربي الفصحى او الفرنساويه او الانجليزيه اللي هي اللغات اللي ربما تيقراوها الناس في المدرسه في الثانويه او شيء. ولكن كتبقى ديما الدارجه ولا امازيغيه بطبيعه الحال بالنسبه لنا تقريبا الامازيغيه كيكونوا اقرب. فتنظر ان حاجه مزيانه انه يكون المحتوى متوفر في الانترنت ديال هذه اللغات هذو اللي كاينين في المغرب. لا
نعم سي منير، أنا أتفق معك وبشدة بأن اللغة ممكن أنها تكون عائق وتقدر تخلي الإنسان أنه ما يستمرش في الاطلاع على المعلومات. وهنا أنتم كإداريين في ويكيبيديا وكمساهمين فيها، كيفاش كتقدروا تواجهوا التحدي هذا اللي هضرتي عليه ديال انه الدارجه فيها بزاف ديال اللهجات وفيها بزاف ديال الطرق ديال الكتابه؟ كيفاش كتعاملوا مع طرق الكتابه اللي مختلفه ومع اللهجات؟ يعني كل مثلا الا مشينا للشمال عنده لهجه مختلفه، مشينا للشرق، مشينا للجنوب، وكتلقى انه بعض الاحيان ان حتى بعض الناس يعني ملي كتلقى واحد من الجنوب كيمشي للشمال تلقى صعوبه انه باش يتواصل لانه الكلمات تختلف. دونك كيفاش نتوما كتواجهوا هاد التحدي هذا ديال انه تلقى واحد الكلمات اللي يستعملوها جميع الناس ديال المغرب؟ هو كما قلت هذا تحدي كبير، يعني ماشي حاجه اللي سهله، وما نقولوش ان لقينا الحل المطلق يعني الكامل ديال هاد المعضله هذه ولا التحدي هذا. ولكن يعني عمليا الى جينا نشوفوا الطريقه ديال الاشتغال في ويكيبيديا ماشي غير ديال الدارجه، مي باللغه اي لغه اخرى، ديما هذوك الناس اللي تيساهموا في ويكيبيديا هما اللي كيشكلوا المحتوى. يعني انه في الحاله ديال الدارجه يعني ماشي غير المحتوى وانما حتى الطريقه ديال الكتابه حتى هي تيشكلوها الناس اللي تيكتبوا في ويكيبيديا. يعني هذه هو الطريقه العمليه الوحيده اللي ممكن نخدموا بها. يعني اساسا هذا هو سميتو، يعني خاص الناس اللي تيكتبوا في ويكيبيديا هما اللي يساهموا وهما اللي طوروا ديك طريقه الكتابه. وفي نفس الوقت عاوتاني خص يكون واحد النوع ديال واحد التواصل مع الـ مع الـ مع الخبراء، يعني الناس اللي متخصصين في اللسانيات، لانهم عاوتاني غيكون عندهم واحد المعرفه اعمق بطريقه ديال القواعد ديال اللغه، بطريقه ديال معيار اللغه. يعني لان كاين هذه المساله ديال معيار ديال اللغه، يعني التطوير ديال واحد الصيغه معياريه موحده، هي مسألة اللي طرات تاريخيا في بزاف اللغات، يعني ماشي شي حاجة اللي جديدة ولا أول مرة كطرا. حتى اللغات مثلا اللي تنتداو لهم دابا مثلا العربية الفصحى أو الفرنساوية والإنجليزية، هادو كلهم دازو من مرحلة ديال المعيار. يعني واحد الوقت كانوا لهجات اللي مفرقة أو لا مركزة في واحد المنطقة معينة، وتدار واحد البروسيسوس ديال المعيار باش يتوصل الانسان لواحد الصيغه موحده اللي كلشي متفق عليها، او اللي بكل بساطه كتفرضها الدوله. يعني الدوله كدير واحد كتجمع واحد الناس متخصصين في اللسانيات او في اللغه، وكتقول لهم يعني طوروا لنا واحد الصيغه موحده ديال اللغه هذه، ومن بعد كتعممها الدوله بالاعلام وبالمؤسسات ديال التعليم مثلا وداك الشيء وبالمطبعات وداك الشيء. دونك اولا كاين واحد الشكل اخر، هو انه تيكون واحد بحال واحد سوير تدريجي، بحال بالنسبه للانجليزيه مثلا ما كانش واحد نقول واحد الصيغه اللي تفرضات من الفوق من البدايه، وانما كانوا مجموعه ديال الكتاب، مجموعه ديال الدور ديال النشر والناس اللي تيساهموا في الثقافه ديال الانجليز، اللي يعني بشكل تدريجي تقبوا على الطريقه ديال الكتابه اللي هي انتشرات اكثر ولات هي اللي فرضت راسها. يعني ماشي ضروري خص يكون ديما واحد ديما الدوله هي اللي خصها دير ديك الخدمه، ممكن انه غير واحد الاطراف اللي تتفاعلوا بيناتهم واللي في مصلحتهم انهم يطوروا واحد الصيغه موحده باش يكونوا قادرين باش يتفاهموا بيناتهم. لان ماشي مصلحه اي واحد انه يكونوا مثلا عندنا 3 ولا 4 ولا 10 لي فيرسون ديال واحد اللغه، لان في الحاله تيوقع التباس في الفهم. تقدر واحد فيرسون واحد الكلمه كتكتب بواحد الشكل، ولكن ديك الطريقه نفس الشكل ديال الكتابه مثلا تعني واحد حاجه اخرى فواحد الفيرسون اخرى، فهنا تيتوقعوا التباسات في الفهم وداك الشيء، وهذه ما حاجه مزيره لاي واحد. ف اما كما قلت انه الدوله كتفرض داك الشيء بشكل فوقي، او لا كما قلت يكونوا اطراف اللي في مصلحتهم انه يطوروا واحد الصيغه موحده وتيديروا المساله بشكل تدريجي. فنوعا ما حنا غاديين مع البروسيس ديال نقولوا الثاني، هو انه يعني كمساهمين في ويكيبيديا بالدارجه تنحاولوا نطوروا بشكل تدريجي واحد الصيغه اللي كلشي يكون متفق عليها. ومرحليا الاساس اللي تنحاولوا نركزوا عليه هو ان المحتوى خص يكون مفهوم ومفيد للقارئ. يعني انه يعني الكلمات مثلا اللي قدروا يلتبسوا على القارئ تنحاولوا نميزوهم بشكل واضح، يعني تنحاولوا نكتبوهم بواحد الشكل اللي ما امكن انه يكونوا واضحين بالنسبه لذاك القارئ باش ما يلتبسش عليه المعنى.
وهذه المساله ماشي بسيطه، لانه عاوتاني كاين مستويات مختلفه ديال الفهم، وكاين مستويات مختلفه ديال القرايه. يعني كاين مثلا الانسان اللي قاري بواحد مستوى عالي بزاف، فبالنسبه ليه هو مرتاح واحد الكتابه اللي هي ايتيمولوجيه اللي قريبه للعربيه مثلا، فهو فاش كتكتب ليه مثلا نقولوا واحد الصيغه اللي هي صوتيه او لا فونيتيكيه يعني قريبه للنطق، هو ما تيعجبوش الحال ان انت بدلتي لي الكلمه على الشكل اللي انا مولف. دونك هو بحال انت ما عرفتش يعني كتحاول باش تبعد على العربيه مثلا وكذا، ماشي هذا هو الفكره. وانما الفكره هي انه مثلا بالنسبه للانسان اللي ما مولفش ديجا داك الشكل ديال الكتابه ديال العربيه الاملاء العربي، فربما غيجي اسهل انه يفهم بواحد الشكل اللي هو فونيتيك. يعني فاش كتكتب ليه كلمه بواحد الشكل فونيتيك تيقراها كما تيشوفها. وهذا الشيء مثلا كيطلق مثلا بالنسبه للاطفال مثلا دراري صغار، بالنسبه للناس اللي انصاب اميين او لا اميين مثلا، اللي ربما يقدروا يتعلموا غير الحركه الكتابه ويقدروا يقراوا المحتوى، فغتكون اسهل انك تكتب لهم كما تيقراوا. في الوقت اللي لو كتبتي لهم بواحد الشكل اللي هو ايتيمولوجي، يعني بالكلمه كما في الاصل ديالها العربيه، تيخصو هو يدير مجهود مضاعف، لانه خصو يتعرف على الكلمه بعدا ويفهمها من السياق ديالها وعادي يعرف يقراها. يعني مثلا كلمه بحال ما عرفتش انا، لان هذه من بين المسائل اللي كيتم الانتقاد ديالها في ويكيبيديا بالدارجه. مثلا الا خدينا كلمه المغرب مثلا، فكاين اللي تيفضل انها تكتب بحال العربي الفصحى، يعني الف ميم الف لام ميم غين غين راء باء، دونك المغرب بحال العربي الفصحى، وكتجي سهله وبسيطه هكا. وفاش كتكتبها مثلا بالياء يعني المغرب، تجي بشكل يعني كيقول لك يعني بحال كما قلت انا باغي تبدلها بالعاني باش ما تبانش بحال العربيه او كذا. الوقت اللي هي الفكره هي انه يعني في العربي الفصحى عندنا كلمه المغرب هي عندها نقولوا يعني عده معاني، وكاين المعنى ديال البلاد يعني البلد يعني المملكه المغربيه، وكاين مثلا المعنى ديال الوقت يعني وقت المغرب غروب الشمس ولا الصلاه صلاه المغرب. فهذه كلمه واحده العربي الفصحى، ولكن في الدارجه عندنا جوج كلمات اوبيت اللي مشتقين من هذه الكلمه اللي كاينه واحده في العربي الفصحى. فتنقولوا مثلا المغرب، المغرب يعني الوقت ديال غروب الشمس، او لا الصلاه ديال المغرب، وكاين المغرب، المغرب هو البلاد المملكه المغربيه. فهنا في الدارجه ولا عندنا جوج كلمات، ما بقاش كلمه واحده. فاذا كتبناها بحال العربي الفصحى هنا يقدر في بعض السياقات يقدر يطرى التباس، يعني ممكن يكون نقدروا مثلا نصايبوا شي جمله مثلا اللي تقدر تفهم جوج معاني. يعني مثلا ما عرفتش انا الا قلت الماتش غادي تلعب في المغرب مثلا، يقدر واحد يقراها الماتش غيتلعب في المغرب ولا الماتش غيتلعب في المغرب، فما ما تيبقاش واضح المعنى شنو هو المقصود. في الوقت اللي لو كتبناها بشكل اللي هو فونيتيك يعني صوتي، كيولي الوضوح ديك الساعه. يعني الا كتبت بليا يعني المغرب كتولي كنعرف اني غنهضر على البلاد، ولا كتبت المغرب يعني بلا ليا تيبان بان غنهضر على الوقت. وكاين بزاف الامثله بحال هكا، يعني بزاف الامثله تلقاو انه الا ما درناش هذه الكتابه الصوتيه تيطرا التباس. في نفس الوقت يعني كاين واحد الجانب ديال الصحه، انه الا مشينا بعيد في المساله ديال الكتابه الصوتيه، يعني تي غادي يولي شنقول بالنسبه للناس، خصوصا بالنسبه للناس اللي عندهم واحد المستوى عالي القرايه واللي تعرفوا يقراوا العربي الفصحى بشكل بسلاسه وبدون مشاكل، غادي تولي القرايه غادي كتجيهم ثقيله على الاقل مرحليا. يعني ربما غادي يخصهم وقت باش يولفوا، ولكن هذا يقدر ينفرهم من القرايه بالدارجه. فعاوتاني في الكتابه الصوتيه ماشي ضروري نستعملوها حتى المدى بعيد بزاف، يعني نقدروا مثلا نخليو كلمات اللي ما كاينش فيها حاله ديال الالتباس اللي معروفين، نقدروا نخليوها بالكتابه بحال العربي الفصحى. يعني ما كاينش اشكال في هذه الناحيه هذه، يعني ماشي مساله ديال محاوله تبديل اللغه باش ما تكونش بحال العربيه، وانما محاوله باش المضمون يكون سهل في الفهم وما يطرحش التباس في الفهم ديالو. يعني باش لان الهدف الاساسي ديال ويكيبيديا بشكل عام هو ايصال المعلومه، هذا هو الهدف. فماشي مساله ايديولوجيه ولا باش نكتبوا واحد اللغه ولا باش ما نكتبوش واحد اللغه اخرى، وانما باش نوصلوا المعلومه للانسان اللي باغي ديك المعلومه بديك اللغه بكل بساطه. نعم سي منير، وحتى الا مشينا زعما في اللغه العربيه في القدم راه كانوا تكتبوا على شكل حروف، ياك مثلا الا خدينا المغرب فكانت كتكتب كيف ما قلت، يعني كنديروا داك الياء وهذا على حسب المعلومات اللي عندي. واش عندك شي درايه بهذا الموضوع هذا؟
هو في الكتابة العربية القديمة كاين حروف قدام، يعني كاين خطوط قدام اللي كانوا تكتبوا كما قلتي، كيف كتكتبوا يعني الأصوات أو لي فوايل كانوا كيتكتبوا بشكل واضح، يعني ماشي بحال الكتابة سميتو العربية اللي تم تطوير ديالها في العهد الأموي، اللي هي معتمدة على الخط النباطي اللي كان هو فعليا ما كانش كيستعمل لي فوايل، يعني كانت تكتبوا غير لا يعني الحروف اللي كونسون وكاع، يعني تلقى حتى النقاط ما كانوش فيه، مثلا الراء والزاي مثلا ما كانش يكون التمييز بيناتهم، ربما الدال يمكن كانت كتكتب بشكل قريب للراء او العكس، ربما الراء قريب للدال، ولكن المهم الفكره انه كانوا واحد الخط النبطي، واحد الخط اللي كان محدود بزاف، يعني كانوا في عدد قليل ديال الحروف اللي وكل حرف تيمثل مثلا 3 ولا 4 اصوات او كذا، فتيقدر يطرى التباس فيه. فالامويين زادوا طوروا ذاك الخط ونقولوا نقصوا الالتباس فيه، ولكن ما نقصوش الالتباس بشكل كامل، يعني خلاو مسائل اللي ممكن توضح لها غير بالشكل، ولكن الشكل لانه ماشي اجباري، فواخا داك الشيء تقدروا يطرى التباس، الا كاين انسان ما عندوش سياق كامل ديال واحد الكلمه او كذا يقدر ما يعرفش يقراها بشكل واضح. يعني باش نرجعوا انه هذا الخط هذا اللي كنستعملوا ديال العربي الفصحى هو ماشي خط اللي مقدس او لا، يعني مطلق او هو احسن خط ممكن سواء العربيه او الدارجه او اي لغه اخرى، هو واحد الخط اللي تاريخيا يعني خدا المكانه ديالو لانه دعمته الدوله وانتشر وتستعمل بشكل كبير، وطبعا بزاف ديال المكتوبات تداروا به، يعني الكتب والابحاث وداك الشيء، وهذه حاجه مزيانه، يعني ما كاينش اشكال من الناحيه هذه. غير هو هذا ما يعنيش بالضروره باننا خصنا نتبعوه 100% كما تحط في البدايه ديالو، ممكن نديروا عليه تحسينات وتطويرات على حسب المتطلبات ديال القرن 21، يعني ماشي ضروري نخليو يعني كل شيء بواحد، يعني هذه النقطه اللي كتنطبق على بزاف المسائل، يعني كاين بزاف المسائل اللي توارثناها يعني عبر اجيال واجيال، ولكن هذا ما يعنيش بالضروره بانها ديما كتكون حوايج مزيانين وضروري خاصنا نتبعوهم، يعني بشكل حرفي بدون نقاش وبدون على الاقل محاوله ديال النقاش والمحاوله ديال التطوير، يعني ممكن انه يتبين بانه ما يمكنش نحسنوا اكثر من داكشي اللي دار قبل، وفي هذه الحاله غنرجعوا يعني لداكشي اللي كاين وغادي نخدموا به، ولكن اذا كانت امكانيه ديال التطوير وديال التحسين فما تنشوفش انه كاين اشكاليه في هذه المساله هذه، وتنظن انا يعني المستوعين التي يعاونوا يعني المساهمين في ويكيبيديا بالدارجه تقري على المساله هذه، يعني كل واحد يحاول انوفي ويحاول يدير اقتراحات ديال باش نطوروا يعني الكتابه، باش نطوروا كلمات جداد، يعني داك الشيء كيتسمى النيولوجيزم، انه كاين بزاف كلمات اللي ما تلقاش مثلا في التداول في العادي الدارجه وفي اي لغه اخرى، لان ديما داك المجهود ديال تطوير المصطلحات الاكاديميه والعلميه راه تيكون ديما كيتدار في الاكاديميات وفي المؤسسات، ماشي من طرف الانسان العادي، لانه هو ما تيكونش متخصص وما تيكونش اصلا عارف دوك المفاهيم باش اصلا يفكر انه يطور داك المصطلح. ففاش كتبان الحاجه لواحد المصطلح فالانسان اللي تيكون متخصص او قريب لذاك المجال هو اللي تيدير المجهود باش يطور داك المصطلح، ونقدر نقول ان نفس الشيء كنطبق على الطريقه اللي كتبها وداك الشيء، اللي الهدف الاساسي والنهائي يعني ديالو هو انه الانسان توصلوا المعلومه ويستافد ويتعلم، هذا هو الاساسي. شكرا سي منير على الاجابه ديالك. هنا نبغي نسولك شنو هما المجالات اللي قدرتوا تشتغلوا فيها لحد الساعه في المشروع ديال ويكيبيديا الدارجه؟ هو يعني كاين مسائل اللي تخليو زعما يعني نقولوا حريه ديال المساهمه ديال المستوعين في ويكيبيديا الدارجه، يعني الناس اللي تيكتبوا في ويكيبيديا هما تيكون عندهم اهتمامات معينه، فربما تيجيو تكتبوا على ذوك الاهتمامات. بطبيعه الحال بشكل عام الاهتمام الاكبر هو تيكون عنده علاقه بالمغرب، يعني تيكون علاقه بتاريخ المغرب، ثقافه المغرب، مناطق الى اخره. فواحد جزء كبير ديال المقالات ديال ويكيبيديا بالدارجه عنده علاقه بالمغرب، ولكن كاين مسائل اخرى مثل الاخبار، يعني المسائل اللي كيطراو مؤخرا لان ممكن الناس يهتموا بها ويبغوا يعرفوا بها، فانت تنحاول نتبعوا المستجدات اللي كيطراو وتنحاول نكتبوا عليهم. وكما قلت يعني انه كاين عاوتاني مسائل اللي عندها علاقه مثلا بالمقرر مثلا ديال التلاميذ ديال المستويات المختلفه، دونك تنحاول باش نبسطوا المعلومه، باش مثلا واحد الانسان واحد التلميذ مثلا اللي تيقرا مثلا واحد الدرس ديال ما عرفتش انا ديال الشيمي ديال التاريخ
ديال الفيزيك الى اخره تيقدر يحاول يقال لك المعلومه بواحد الشكل مبسط. وطبيعه هنا باقي مجهود كبير خصو يدار، لان هذوك المجالات يعني مجالات كبيره وفيها بزاف ديال المفاهيم، بزاف ديال المصطلحات، وبزاف ديال الشخصيات الى اخره. فكل عنصر من العناصر تخصو اهتمام وتخصو مجهود ديال البحث على المعلومه او الترجمه من لغات اخرى، لان كاين ديجا يعني ويكيبيديا كبار اللي ديجا يخدموا على هذه المسائل هذو، اللي ممكن اننا بلاص ما نعاودوا نخترعوا الرويضه كما تنقولوا، نقدروا ناخذوا داك العمل اللي ديجا تدار في داك الويكيبيديا الاخرى ونترجموا للدارجه باش يكون متاح للجمهور للناطق بالدارجه. وبشكل عام يعني كما قلت نحاول نطوروا يعني في المسائل اللي عندها علاقه بالمغرب بالخصوص. يعني تنديروا مثلا حركات، يعني تسميهم حركات، هي مثلا يعني بحال يعني في العسكري في التاريخ ديال المغرب كانوا ديك الحملات العسكريه ديال السلطان مثلا، تيجي حتى الحركه تيحاول باش يجمع لهم مجموعه ديال القبائل مثلا باش يردهم تحت السلطه. فاحنا ربما تنديروا يعني حاجه مشابهه سميناها نتي حركه، هي ان تشوف واحد الموضوع معين وتنحاولوا نكوفريو جميع المواضيع او جميع المقامات الممكنه في ذاك الموضوع، مثلا في تاريخ المغرب او المناطق او المعالم ديال المغرب الى اخره. وهادشي تنديروا بشكل دوري، يعني كل مره تيكون واحد الحركه على واحد الموضوع وتنحاولوا نقادوا واحد مجموعه المقالات على ذاك الموضوع. تنحييكم سي منير على الخدمه اللي كديروا هنا. ذكرتيني واحد الحلقه من الحلقات ديال ويكي بودكاست اللي كانت مع محمد المختاري اللي تحدث لينا على تعريب الرياضيات، وقال لي يعني من بين الهموم اللي تيهز هو انه يبغي ان التلاميذ يلقاو الرياضيات باللغه العربيه وتوصل لهم المعلومه، تكون معلومه صحيحه وباللغه اللي تيفهموها، اللغه الام ديالهم. دونك انا بالنسبه لي نفس الحاجه اللي كتقوموا بها كتشتغلوا بنفس المبدا، اذا تنحييكم على هذه النقطه هذه. هنا نبغي نسولكم سؤال اخر، شحال من مقاله قدرتوا تكتبوا لحد الساعه؟ وكيفاش بالدارجه لحد الساعه هي فيها واحد نقول واحد كنعتقد قرا 6700 مقاله الا ما كانش غلط، 6756. وطبعا كتزايد داكشي بشكل يومي، كل نهار تزادوا على حساب، يعني بعض الاحيان تزاد غير مقال واحد او جوج مقالات، ويومات اخرين تزادوا 10 15 20 على حساب شحال كاين واحد اللي تيعاون في كتابه المقالات. والهدف هو اننا يعني نحاولوا نكوفريو جميع المواضيع بالخصوص اللي عندها علاقه بالمغرب، ولكن يعني كما قلت مواضيع اخرى، يعني اي مواضيع اللي يقدروا المغاربه يستافدوا منه تنحاولوا نكوفريو. سي منير، مقارنة بالنهار اللي بدات فيه المشروع ديال الويكيبيديا الدارجة والعدد اللي وصلتوا ليه ديال المقالات، في نظرك شحال عدد ديال المتطوعين اللي تيكتبوا عندكم في الدارجة؟ لأنه أنا بالنسبة لي هذا العدد اللي وصلتوا ليه هو واحد العدد اللي مهم، إذا شحال العدد ديال المتطوعين اللي تيكتبوا معاكم؟ هو العدد المتطوعين تيتبدل يعني على حسب يعني كل فتره تيكون، يعني بشكل عام انا في الفتره اللي كنت فيها في ويكيبيديا الدارجه لاحظت انه تيكون عاده ما بين نقولوا 40 واحد حتى 70 واحد في الشهر، تيكونوا يعني على الاقل تيدير واحد التبديل او جوج تبديلات. كاين الناس اللي تساهموا بزاف، يعني تيجيو تيقاد 20 30 مقال مثلا بشكل متابع، وكاين اللي مثلا تيدير غير واحد التبديل صغير في شي بلاصه هكا في شي مقال، اصلاح شي فصيله او يزيد شي كلمه او شي سطر مثلا، فعلى حسب كل واحد والوقت ديالو والاهتمام ديالو وداك الشيء. يعني نقدر نقول بوالا يعني ما بين 40 حتى 70 واحد شهريا، وفي المجموع يعني ماشي صعيب، ماشي سهل بصراحه باش نعرفوا بالتحديد شحال من واحد اللي ساهم في ويكيبيديا الدارجه، ولكن يعني نقدر نقول الناس اللي كانوا ناشطين بزاف عبر التاريخ ديالها اللي هو قصير حاليا، يعني ما نقول ما فيش 3 سنين دابا، ربما يكونوا واحد 20 حتى 25 شخص اللي كانوا اكتيف بزاف، يعني داروا عدد كبير ديال المقالات وساهموا فيهم. يعني ولكن طبعا ما كيجيوش ديما في نفس الفتره، يعني كاين اللي مثلا تيجي واحد الشهر او شهرين تيساهم بزاف ومن بعد تيمشي، ربما كيتشغل بالهموم ديال الحياه ومسائل اخرى دراسيه او مهنيه وداك الشيء، وتعاود يجي واحد اخر وتيختسام حتى هو والى اخره، وتعاود يرجع لك الشخص الاول من بعد واحد 3 شهور 4 شهور مثلا. فهكا زعما لان العمل تطوعي فما كاينش زعما واحد
نقولوا واحد الفريق اللي هو ديما كونستون 100% وديما بشكل يومي تيدخل وتيقاد واحد المقالات محدده او كذا، هو العمل تيدار بالرغبه ديال داك الشخص اللي متطوع وتيختار المسائل اللي باغي يخدم عليها بواحد النوع ديال التنسيق مع المساهمين الاخرين بطبيعه الحال، لانه عاوتاني الانسان تيبغي يخدم على شي حاجه اللي غيكون عندها واحد التاثير واحد الفائده، فيقدر مثلا يشوف شنو الخدمه اللي كيديروا الناس اخرين ويحاول يدير مثلا شي حاجه اللي غادي في نفس الاتجاه، يقدر يخدم على خدم الحركات اللي قلت مثلا انه يشوف المقالات اللي ناقصين مثلا في ويكيبيديا بالدارجه ويحاول يزيد من دوك المقالات اللي ناقصين. فوالا دونك هذا هو سميتو يعني المستوعبين كما قلت انهم تيتبدل العدد ديالهم شهريا، وربما الاكثر واحدين اللي كانوا ساهموا بواحد الشكل كبير بزاف غنقول 20 حتى 25 واحد ربما. هنا بغيت نسولك على كيفاش كتخدموا باش انكم تقدروا تطوروا من المقالات اللي عندكم، باش تقدروا تزيدوا عدد المقالات اللي عندكم. وانت كيف ما سبق وحضرتي معنا في الحلقه الثانيه ديال ويكي بودكاست، كنتي قلتي لنا انك تشتغل بالبوتات، واش تستعملهم في الدارجه؟ بطبيعة الحال، لانه البوتات تعاونوا في يعني في شخص يعني في انه تجعل مجموعه ديال المهام او الطاشات ديال اللي كيداروا في ويكيبيديا انهم يداروا بشكل اوتوماتيكي، فتنقصوا الخدمه بزاف على المساهمين، لان كمشروع اللي هو حاليا باقي صغير واخا داكشي يعني مقارنه مع ويكيبيديا بالعربي الفصحى بالانجليزيه الفرنسويه الى اخره، ما عندناش عدد كافي ديال المتطوعين باش نقدروا نطوروا مسوعه موسوعه بواحد الشكل كبير بزاف، ف ضروري تنحاولوا باش نقصوا داك الخدمه على يعني خصوصا المسائل اللي كيتعاودوا بزاف او اللي الانسان تينساهم، مثلا زياده ديال التصنيفات في المقالات او ضبط ديال بعض الاشكال ديال الكتابه ديال بعض الحروف، مثلا حرف الكا مثلا ما كاينش اتفاق على كيفاش تكتب حرف الكا، ف كاين مثلا واحد لاطاش ديال البوت مثلا اللي كتصلح داك الحرف، يعني مثلا لو واحد الانسان كتب حرف الكا مثلا الكا الفارسي تنحولوه مثلا كاين واحد الكا واحد الحرف ديال الكا اللي اتفقنا عليه يعني بثلاث نقاط وهو اللي فوق الكاف وهو اللي البوت مباشره تيحول داك الحرف. وكاين مسائل اخرى يعني بزاف المسائل اللي البوت تنقص فيها الخدمه بزاف يعني وتعاون ربما تنبه المساهمين بعض الاشياء، مثلا انه كاين مقالات مثلا تيكونوا ناقصين فيها مصادر مثلا، فالبوت كيزيد واحد الطاق اللي تعلم المساهم بانه راه ما كاينش مصادر في هذا المقال هذا فخصو يزيدوا المصادر، لان المصادر شي حاجه مهمه بزاف يعني ما يمكنش نكتبوا واحد الهضره اللي ما عندهاش مصدر، لان كتنقص المصداقيه ديالها بشكل كبير، او لان واحد المقاله اللي ما كتدير حتى شي مقاله اخرى، لان ديما خصك يكون واحد الارتباط ما بين المقالات، لان ديما واحد المقاله خصك يكون مقالات اخرى تديو ليها باش الانسان يقدر يكليك على ديك اللين ديال المقاله في واحد المقاله اخرى ويمشي ديك المقاله، او العكس انه ديك المقاله خصك يكون فيها لينات يديو المقالات اخرى. فهاد المسائل بجوج ممكن بشكل اوتوماتيكي اننا نعرفوا يعني بواحد البروغرام تيعرف انه راه كاين ناقصين دوك اللين، فهو تزيد مباشره واحد طاق اللي تيقول ان راه ديالنا المقاله راه مقطوعه من الشجره مثلا، ان ما كديرها حتى شي مقاله اخرى، او لا ان اش كنقولوا الصدقه ما كتخرجش يعني ما كدير حتى شي بلاصه اخرى، فكت تزيد واحد الطاق اللي تيقول ان المقاله خصك تزيدوا ليها الليان في النص. وبزاف ديال المسائل التقنيه وديال الصيانه اللي تعاونوا بزاف في نقص الخدمه، بحيث انه تركزوا على المسائل اللي نقدر نقولوا عندها قيمه اكبر، يعني ماشي المسائل اللي روبوتيه اللي كتعاود بنفس الطريقه، وانما الحوايج اللي نقولوا شويه مفاهيميه، يعني مثلا كنحاول نضبطوا المعنى انه المعنى مفهوم وسهل مثلا في الفهم بالنسبه اللي غادي يقرا المقال، بان داك الشيء مرتب بشكل منطقي يعني في المقال، بان الفورمات ديال المقال مكتوب بشكل واضح وسهل، مثلا مقدمه كاين واحد الطريقه باش تكتب مقدمه وخص يكونوا فقرات الى اخره، فهاد المسائل هادو اللي ماشي ساهل باش انك تضبطهم بشكل اوتوماتيكي، فخص التدخل ديال الانسان هو اللي يدير هادشي، فالبوت كيتكلف دوك المسائل اللي هي كتعاود بنفس الطريقه، وتبقى الانسان هو اللي المستوعب يعني البشري هو اللي تراجع المسائل اللي هي كتكون نقولوا اعمق شويه في الناحيه ديال المعنى ديال المحتوى ديال المقالات.
كان كاين واحد السؤال اخر بصراحه ما بقاش عليه قبل من المساله ديال الكوتات. نعم، السؤال ديالي كان هو كيفاش، شنو هما الطرق اللي تعتمدوها باش تزيدوا من عدد المقالات المكتوبه بالدارجه؟ وي فوالا، دونك بالنسبه لزياده عدد المقالات كاين عدد ديال المسائل، يعني كاين كما قلت كاين الحركات، يعني تنجمعوا تنقولوا فوالا هادو عدد ديال المواضيع اللي مهمين خصهم يكونوا في ويكيبيديا الدارجه او في اي ويكيبيديا بشكل عام، و تنقولوا غادي نخدموا على هاد المسائل هادو ونحاولوا نسالي هما تقدر في شهر او كذا. هذا كاين طريقه، يعني واللي مزيان فيها هو انك كتعرف كتقدر تحدد داك التقدم ديالك في داك لاطاش هادي بشكل واضح، يعني كتشوف ان عندك مثلا 50 مقال او 100 مقال وكتفرق المهام مثلا على المساهمين او كل مساهم تياخذ المقال اللي بغى يخدم عليه، وكتشوف بشكل واضح شحال ديال المقالات داروا، شحال المقالات باقيه، شحال المقالات باقيين الى اخره. فهذه هذا جانب. كاين جانب اخر هو ديال مثلا المسابقات، يعني المسابقات هما تيعاونوا بزاف لانك كدير واحد الجائزه مثلا، واخا تكون جائزه اللي القيمه ديالها كبيره، ولكن كتحفز بعض الناس انهم يجيو ويساهموا في ويكيبيديا، وكيتزاد على المقالات بشكل كبير يعني في الاطار ديال المسابقات. وكاين عاوتاني الجانب ديال اش كنسميو دوك الاديتاتون. الاديتاتون هو واحد الحدث تيكون يعني عاده اون بيرسون، ماشي بحال المسابقه، لان المسابقه كدار اونلاين، يعني ما كتكونش مع داك الشخص اللي تيكتب ولا شي حاجه في نفس الوضع. الاديتاتون كتمشي مثلا واحد كتريزيرفي واحد القاعه مثلا او شي بلاصه، وكتجمع دوك الناس اللي مهتمين بالاغنيه يساهموا في داك الاديتاتون، وكتوجههم كتوريهم مثلا كيفاش تكتب ويكيبيديا الا شي واحد عنده صعوبه او كذا، وكتعطيهم مجموعه ديال المواضيع اللي يقدروا يخدموا عليها، تيبداو تخدموا تيقدموا واحد ورا واحد، يعني شويه بحال المسابقه هي، ولكن عاده ما كتكونش جائزه فيها. والعامل اللي تيحفز هو داك الوجود اون بيرسون، يعني كتكون مع داك الشخص وكتوريه المسائل اللي خصو يخدم عليها، وكتوريه كيفاش خصو يخدم الى اخره، وكيكون طبعا هذاك الشيء عمل ديال واحد الانسان متطوع في ويكيبيديا. وكاين حتى البوتات حتى هما، يعني البوتات حتى هما ممكن نصايبوا بهم مقالات اللي هي اوتوماتيكيه، ولكن هذه المساله كنحاولوا نجنبوها شويه في ويكيبيديا باش ما نطيحوش القيمه ديال المحتوى، لانه المقالات البوتيه في العاده ما كتكونش بواحد القيمه عاليه بزاف، كتكون العبارات فيها تكون غالبا مكتوبين بواحد الشكل اللي هو روبوتي، غالبا ما كتكون فقيره شويه في المحتوى، لان كتكون هذوك المعلومات اللي ممكن يتكتبوا او يكونوا مثلا محطوطين في لي باز دوني مثلا بحال ويكيداتا مثلا اللي هي مشروع ديال ويكيميديا، فكناخذوا معلومات من تماك وتكونوا مثلا واحد كتكون واحد التومبليت ديال التكست، وكتعمر مثلا واحد الشخص مثلا كدير مثلا اسم الشخص مزيود في كذا كذا تاريخ في كذا كذا بلاصه، هو مثلا كذا كذا مثلا سياسي رياضي جراي مثلا لعب كره الى اخره، وكدير يعني كتعمر ديك المعلومات، ولكن في الغالب المقال ما تيكونش عامر بالمعلومات بشكل كبير. فهذه المقالات كنقدروا نديروا بعض منهم، عندنا واحد العدد ديال المقالات اللي تقدوا بهذا الشكل هذا، ولكن غالبا تيكونوا محدودين، لان ما يعني دايرين واحد القاعده في عندنا في كيبيديا بالدارجه، انه ما تنفوتوش واحد النسبه ديال المقالات الجديده بالبوتات بواحد الشكل واعي ومقصود، باش ما نطيحوش القيمه ديال ويكيبيديا بالدارجه، لان الا عندنا بزاف ديال المقالات من هذا النوع هذا غادي تولي كتبان بحال كنعمروا غير المحتوى بلا ما تكون عنده قيمه طالعه بزاف. وهذه المساله كنلقاو بعض الويكيبيديا داروها، يعني بحال مثلا ويكيبيديا السويديه، ويكيبيديا كاين بسيبوانو واحد اللغه ديال التنظيم ديال الفلبين، ويكيبيديا المصريه، فهما ركزوا بزاف على الكميه ديال المحتوى بلاصه الجوده ديال المحتوى، وهذا الشيء طيح بزاف القيمه ديالهم. يعني كان كاين واحد المعامل اللي كتحسب اللي كتسمى العمق او الدبث بالانجليزيه، وعنده واحد كاين الفورمول ديالو باش كيتحسب، وهذا المعامل هذا تيحدد نقدروا نقولوا القيمه ديال او الجوده ديال المحتوى ديال ديك الويكيبيديا. فحاليا العمق ديال تاع ويكيبيديا بالدارجه هو كيتراوح تقريبا في جهه 275، اللي هو عمق مزيان، يعني ما فاش الا مشيتي مثلا لاحد ديال الويكيبيديات
ودرتي مثلا كتبتي على حساب العمق، غتلقى ويكيبيديا الدارجه متقدمه بزاف يعني قريبه للمراتب الاولانيه، وكاع فايت حتى مثلا ويكيبيديا بحال الفرنساويه العربيه الى اخره. ولكن طبعا عارفين خصنا ناخذ بعين الاعتبار ان عارفين عدد المقالات فيها قليل بزاف، يعني العربيه واخا عندها واحد الدرجه اللي قل شويه ماشي بشي بزاف، ماشي شويه من ويكيبيديا الدارجه، ولكن عندها عدد اكبر من المقالات، فالفائده ديالها بشكل عام غتكون اكبر بطبيعه الحال. ولكن عشان اللي قارنا كما قلت مع ويكيبيديا مثلا السويديه عندها عمق اخر مره شفت كان عندها 13 يعني ناقص بزاف، المصريه عندها 0.3، فيعني القيمه ديالهم كتكون طايحه بزاف، يعني ما كت يعني الانسان اللي تيدخل لدوك الموسوعه وتيدور فيها ماشي يستفدش بزاف، لان تلقى بزاف ديال المحتوى اللي هو غير روبوتي اللي يقدر هو يمشي لاي باز دوني مثلا ويقرا واحد الليسته ديال المعلومات، مثلا هذا الشخص المهنه ديالو فوقاش زاد فوقاش كذا، هادو معلومات اللي مهمين بطبيعه الحال، ولكن ما كافينش باش تعرف فعليا على واحد الشخصيه او واحد الموضوع او كذا، اللي خصك تقرا التاريخ ديال ديك الشخصيه الاراء ديالها مثلا، او مثلا بالنسبه لواحد الموضوع تعرف التاريخ ديالو هذا الشيء، وهاد المسائل ماشي سهل باش الواحد يعني واحد البروغرام يكتبهم. طبعا حنا دابا كاين عشان كاين مثلا يعني البروغرامات ديال الذكاء الصناعي اللي مستورين اكثر، واللي ربما في المستقبل يقدروا يكتبوا بواحد المستوى اللي بحال الانسان بالنسبه للدارجه بالخصوص، اللي حاليا باقي ما تكتبش بها مزيان، ولكن مثلا بلغات اخرى بحال الانجليزيه ولا العربيه راه تيكتب بواحد الشكل اللي هو مزيان بشكل عام، ولكن في نفس الوقت عنده عيوب ديالها، لان مثلا بحال تشات جي بي تي تيدير اخطاء مثلا في المعلومات بعض الاحيان، تيختار شي حوايج اللي ما كاينينش كاع، فحتى هاد المسائل هادو ما غاديش نجيو مثلا نشدو تشات جي بي تي حتى لو كان تيكتب بالدارجه بشكل سلس بحال بنادم وبواحد الاسلوب اللي صحيح ومقاد وداك الشيء، هذا ما تعنيش بان غادي نشدو مباشره تشات جي بي تي ونربطوه مع ويكيبيديا بالدارجه ونبقاو نعمرو في المقالات، ما غاديش نديرو بهذا الشكل هذا، لان ضروري نراجعوا المحتوى وضروري نتيقنوا من الجوده ديالو قبل ما نحطوه يعني باش نبريزونتيوه للقاري باش يقراه. فعلى اقصى تقدير في العاده تنديروا واحد يعني الا مثلا دار واحد المقال اللي هو روبوتي يتحط في الوسخ هو الاول، وفي الوسخ كيتم مراجعه ديالو، يعني كاين واحد 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 المجال سميتي او نيم سبيس ديال منفصل على المجال ديال المقالات، ما تيبانش كمقال وتنتراجعوا داك المحتوى هو الاول، وعاد يدويا ملي كيتراجع المقال وكيطور شي شويه وتيولي تيبان يعني واحد الجوده اللي مقبوله، عاد ديك الساعه تندوزوه كمقال باش كما قلت انه نحافظوا على الجوده ديال المحتوى ديال ويكيبيديا الدارجه. بما انك ذكرتي تشات جي بي تي وحنا عارفين انه الذكاء الاصطناعي ولا تيلعب واحد الدور كبير في العالم مؤخرا، واش في نظرك هاد تشات جي بي تي هذا واش ما عندوش تاثير سلبي على المقالات وعلى الخدمه ديالنا وعلى العالم بصفه عامه؟ هو صعيب باش نحددوا، يعني كاين طبعا اللي كيعتقد بان التطوير ديال الذكاء الصناعي غادي يكون عنده واحد التاثير اللي خايب على البشريه، يعني كيمكن كيمشي كاع السيناريوهات يعني اللي نقولوا ديال الخيال العلمي، تيقول ان الذكاء الصناعي غادي يقتل الانسان او لا غادي يسيطر على صحه الحضاره البشريه الى اخره، وهاد السيناريوهات يعني ما نقولش انها مغالطه ولا ما يمكنش تكون شي حاجه، ولكن يعني الا مشينا نشوفوا حاليا يعني الذكاء الاصطناعي عنده واحد البوتونسيال كبير، يقدر يسهل خدمه الانسان ويقدر يدعمه ونقولوا يزيد يخلق واحد نقولوا او يطور الابداع ديال الانسان، لانه تقدر مثلا يقترح افكار اللي الانسان ربما ما طاش على باله، لانه متريني على واحد عدد كبير ديال النصوص، يعني واحد العدد هائل بزاف ملايين وربما يعني مئات الملايين ديال النصوص من بزاف المصادر، يعني من ويكيبيديا نيت من الانترنت يعني مواقع الانترنت كتبه الى اخره، ف يعني تقدر يعطي مثلا اقتراحات، يقدر يصحح مثلا نصوص، يقدر شنو اخر زعما مثلا ممكن يكتب مثلا الكود، يعني بالنسبه للبوتات هذه مساله ديجا استعملتها، كاين مثلا بعض الاجزاء ديال السكريبت ديال البوتات اللي طورتها بشات جي بي تي، يعني كتقول شات جي بي تي بغيت نقاد واحد الفونكسيون اللي تدير كذا وكذا، هو تيكتب لك ديك الفونكسيون وتكتب لك التست ديال الفونكسيون، تكتب لك مثلا تقول لك كتب لي الفونكسيون كتب لي التست ديالها حتى هو، كدير التست، وإذا كان شي مشكل كتعاود تقول ليه فوالا راه الميساجير اللي طلع ليا،
يعني خاصك دير الاصلاح في هذه الفونكسيون تعاود لي الاصلاح لك ويعطيك واحد الفيرسيون اخرى. وعاده في ظرف جوج ثلاثه ديال الاصلاحات كتكون عندك واحد جزء من السكريبت بارفوا تيكون جزء انت مهم بزاف تيكون مكتوب بشات جي بي تي تيكون واجد. يعني واحد الخدمه اللي مثلا كتطلب مني مثلا نص نهار ولا ربما كاع نهار كامل بشات جي بي تي ممكن دير كاع في نص ساعه ولا ساعه مثلا لانك كيسرع بزاف سميتو. في نفس الوقت يخلي الانسان يكون حاضر راسه يعني ما يتقبلش اي معلومه ولا اي حاجه عطاها ليه هذا الذكاء الاصطناعي بحال هي واحد الحاجه مطلقه ولا صحيحه 100%. يعني كما قلت كاين داك اش كيتسمى داك الاليسيناسيون الهلاوس يعني داك الذكاء الاصطناعي تيهلوس يعني تيخسر شي حاجه اللي ما كاينش. كتقول ليه مثلا شنو هي العاصمه ديال بلاد كذا كذا وديك البلاد ربما ما كايناش كاع موجوداش هو تعطيك اجابه. يعني هو مبدئيا خصو يقول لك البلاد ما كايناش ولكن هو بلاص من داكشي تيخصو يعطيك واحد الاجابه فتمشي تخسر الاجابه ما كايناش مثلا. اولا كطرح السؤال اللي هو خاص تكون عنده اجابه ولكن هو بلاص ما يقول لك مثلا ما عرفتش او لا يعطيك الاجابه الصحيحه تيختار شي حاجه اللي ما كايناش مثلا. فديما خصك تراجع معاه يعني ماشي شي حاجه اللي خصك تاخذها كما هي وتطبقها مباشره. فتنظن انه على الاقل على المدى القريب الخطر ديال الذكاء الاصطناعي هو انه الانسان ربما الا ما كانش حاضر راسه يقدر يدير اخطاء يحط راسه في مواقف اللي صعيبه ربما يغلط ناس اخرين او كذا. فهذاك الشيء علاش مثلا في كيبيليا بالدارجه ما جيناش زعما بغينا نديرو نطبقوا الذكاء الاصطناعي مباشره في سميتو في الكتابه ديال المقالات وداك الشيء. يعني ديما كنديروا داك الفلتر يعني كنحطوا المقالات كما قلت في الوثائق وعاد من مورا داك الشيء عاد تنراجعوهم وعاد تحطوهم في المقال. وكاين جوستومون كاين واحد جوج ثلاث مقالات اللي كانت غير كتجربه استعملت شات جي بي تي باش نترجم مقالات من الانجليزيه للدارجه. ف يعني الترجمه ما كتكونش مزيانه بزاف لانه هو مترنيش مزيان على الدارجه اصلا. المحتوى بالدارجه كما قلت في البدايه ديال البودكاست قليل بزاف ما عندوش اصلا ان الذكاء الصناعي ماشي تيدير واحد يعني شي حاجه سحريه او شي حاجه خارقه هكا. هو تيخصو ترين على واحد عدد كبير ديال المحتوى باش يقدر يخرج واحد الخلاصه اللي كتخلي انه كيطور واحد الموديل وانطلاقا من داك الموديل تيقدر يجينيري يعني كيدير كيجينيري واحد التكست ولا واحد المحتوى جديد. فاذا ما كان مترينيش ما مكانش متريني على واحد العدد ديال واحد المحتوى اللي بكميه كافيه فما غاديش يقدر يجينيري بداك داك النوع ديال المحتوى. فمثلا الدارجه ما غادي يقدرش يجينيري فيها بزاف لانه ما مترنيش بها عليها بشكل كافي. ولكن التجارب كانوا مزيانين يعني فاش جربت انا هذه المساله هذه عطات واحد النتائج اللي شويه صافا. يعني كاين واحد المجهود اللي خصك دير الانسان وتيخصو يعاود معاه مثلا تيقول ليه مثلا لا صلح هذه الكلمه ديرها بالثلاثه ديال هكا ما ترجمش هذه بالطريقه الى اخره. ولكن النتيجه النهائيه كتكون شي حاجه اللي صافا اللي يقدر الانسان يعاود يشتها ويراجعها ويطور اكثر وكتكون مزيانه. ولكن يعني باش نرجع مره اخرى يعني المساله عاودتها عده مرات بما انه حنا كنركزوا على الجوده بزاف وما بغيناش نطيحوا الجوده ديال ويكيبيديا بالدارجه فبطبيعه الحال ما غاديش نطبقوا هذه المسائل هذو مباشره في ويكيبيديا بالدارجه. ديما غيدوزوا من فلتر ديال المراجعه ديال المتطوع البشري يعني واحد الانسان اللي غادي يراجع داكشي من الاول عاد غيحطو تماك. وباش نرجع للسؤال ديال الخطر ديال الذكاء الاصطناعي فكما قلت يعني المشكله الاساسيه هي في الاستعمال الاخلاقي ديال ديال هاد لي زوتي هادو. لان حاليا هما لي زوتي ماشي واحد لاجون لي اوتونوم واحد العامل اللي هو مستقل وتيدير عنده افكار ديالو وتينوض في الصباح وتيدير شي حاجه تيفكر اجي ندير هادي ولا اجي ندير هادي. ديما تيخص الانسان هو اللي يقول ليه دير هكا بغيت هادي خاصني هادي طرح لي سؤال او كذا. فالذكاء الاصطناعي حاليا على الاقل في الفيرسون اللي كاينه حاليا بكل بساطه هو تيدير داكشي اللي كيقول ليه الانسان ومترني على واحد مجموعه ديال المحتويات ماشي يقدرش يجاوب على اي حاجه بشكل مطلق. ففي نهايه المطاف الانسان هو اللي خصو يفكر في الطريقه ديال الاستعمال ديالو انه يستعملو بشكل اخلاقي ويستعملو بواحد الشكل اللي هو مفيد لراسو وللناس الاخرين. نعم ونقدروا نقولوا ان راه بمعنى اخر ان الذكاء الاصطناعي هو اقل درجه من الذكاء ديال الانسان.
مؤخرا سيمونير تم إطلاق مسابقة تحرير حول المغرب بالدارجة، واش تقدر تهضر لينا أكثر على هذه المسابقة والهدف منها؟ وي هذه المسابقة هذه كانت يعني مجموعة ديال الخدمية ديال ممكن ديال المغرب، كانت يعني خططت لها من مسبقا ودرنا واحد مجموعة ديال المواضيع في ثلاث اللغات اللي هما العربية الفصحى والدارجة والأمازيغية. ف اقترحنا هذه المواضيع هذو على يعني المشاركين في المسابقة، ودرنا واحد عدد ديال الجوائز. يعني بالنسبة للعربية الفصحى كانوا ستة ديال الجوائز، وفي الدارجة ثلاثة وفي الأمازيغية ثلاثة. يعني هاد المسابقة هذه الهدف ديالها كان هو تطوير محتوى ديال اللي عنده علاقة بالمغرب. يعني المواضيع كانت كلها عندها علاقة بالمغرب، وحتى مثلا يعني المشاركين اللي بغاو يقترحوا مقالات من عندهم عندهم الإمكانية هذه، ولكن كان ديما أنه الأساس هو أنه خص يكون الموضوع عنده علاقة بالمغرب، ماشي أي موضوع كما كان. فالمسابقة كانت ناجحة يعني بشكل كبير، يعني في اللغات بثلاثة، يعني بالنسبة للتوقعات ديالنا تنظن أنها كانت ناجحة بشكل كبير، واخا كان بعض يعني بعض شنقول معارضه، خصوصا بالنسبه لويكيبيديا بالدارجه. يعني كانوا حتى مغالطات اللي تم النشر ديالهم في بعض يعني وسائل الاعلام وداك الشيء، ولكن بشكل عام كان واحد النجاح كبير. تنظن انه مثلا بالنسبه للويكيبيديا العربيه كان عدد المشاركين قريب ل 200 واحد، وعدد الناس اللي كتبوا مقالات وساهموا تنظن تقريبا واحد غتكون 25 حتى 30 واحد تقريبا. هذا الشيء بالنسبه للويكيبيديا العربيه، وعدد وتنظم داروا واحد 300 ولا 350 مقال ربما في الويكيبيديا العربيه عندهم علاقه بالمغرب. وهذه كما قلت مساله طبيعيه، لان الويكيبيديا بالعربيه واحد الويكيبيديا كبيره بزاف، والمسابقه كانت موجهه لواحد العدد كبير ديال المساهمين من منطقه شمال افريقيا والشرق الاوسط. بالنسبه للويكيبيديا بالدارجه والامازيغيه فمطرحه موجهه للمغاربه، ف يعني المشاركين مثلا بالنسبه للدارجه كان 17 واحد اللي شاركوا في المسابقه، والمقالات المهم ما حسبتش تحديدا، ولكن تقدير واحد نقول واحد 50 مقال اللي داروا في اطار المسابقه. وكانت مشاركه اللي مزيانه، يعني كانت يعني تطوير ديال المحتوى بواحد الشكل اللي مزيان، وتنظر واحد العدد ديال الناس اللي استفدوا يعني من طريقه الكتابه في ويكيبيديا اللي يعني ممكن يكتبوا فيها ويكيبيديا بالدارجه او يكتبوا في ويكيبيديا اخرين، لان نفس البرانسيب تنطبق على جميع الويكيبيديات. والامازيغيه هي نفس الشيء، يعني كان واحد عدد ديال المشاركين تنظر واحد 11 مشارك تقريبا، وتدار واحد عدد ديال 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 المساهمات. يعني كخلاصه تنظر انه المسابقه كانت ناجحه بشكل كبير، وفات كاع نقولوا التوقعات ديالنا في كل لغه. ونتمنى انه يعني تكون مسابقه اخرى اللي غادي يجيو يعني في الشهور الجايين وفي الاعوام الجايين، اللي غادي يزيدوا طور المحتوى ديال يعني اللي عنده علاقه بالمغرب، باش نزيدو نعرفوا يعني لان الاشكال هو ان المغرب واخا عنده واحد الثقافه اللي غنيه بزاف، وكاين بزاف المسائل اللي نقدروا نهضروا عليها، شخصيات تاريخيه، شخصيات ثقافيه، مسائل يعني عناصر ثقافيه ديال الكوزينه مثلا، ديال الموسيقى، ديال الاداب والى اخره. فبزاف ديال العناصر ما متقيش مزيان، يعني ما تلقاوش معلومات كثيره في الانترنت، او ما كتكونش كاع المعلومه كاع متوفره، يعني ربما تكون على شكل ورقي، يعني خص الانسان يمشي لشي مكتبه وياخذ كتاب ويقرا مثلا باش يتعرف على كل المواضيع، ولكن ما كتلقاش ديك المعلومه على هذا الموضوع بشكل كافي في الانترنت، او لا كتلقاه غير بلغات اخرى، يعني ما كتلقاش متوفر بالدارجه او باي لغه من اللغات اللي منتشرين في المغرب. يعني حتى مثلا بالعربي الفصحى او بالامازيغي تقدر ما تلقاش المحتوى. فهاد الشيء علاش درنا هاد المسابقه هذه، لتطوير المحتوى ديال ويكيبيديا باللغات اللي كاينين في المغرب. كيف ما كتعرفوا مستمعينا ومستمعاتنا، كاين واحد الجدل كبير على الكتابه بالدارجه المغربيه سواء على ويكيبيديا او في بلايص اخرى، كيفاش تتواجه هاد التصدي هذا للكتابه بالدارجه؟ هو كما قلتي فعليا كاين واحد يعني واحد معارضه نقولوا للكتابه بالدارجه، ولكن ما نقدرش نعمم ونقول ان جميع الناس مثلا تعارضوا، لان لو كانت هذه المساله فعليا ما كناش غنلقاو مثلا مشروع بحال ويكيبيديا بالدارجه مثلا، او لا غنلقاو مثلا ان ويكيبيديا ماشي ويكيبيديا زعما الدارجه كتستعمل مثلا في الاشهارات مثلا، حتى في كاع مثلا بعض الاحزاب مثلا اللي تيكونوا معارضين مثلا للدارجه، الكتابه ديال الدارجه تيستعملوها مثلا في سميتو
في الانتخابات، في الدعوه ديال يعني المتابعين ديالهم للانتخابات وداك الشيء، فالتواصل تيكون عاده بالدارجه. والاساتذه مثلا في الاقسام، واخا رسميا يعني في المستوى ديال التعليم الاساسي كتكون الدراسه بالعربي الفصحى، ولكن كتلقى الاستاذ تيشرح بالدارجه. يعني الدارجه اصلا فعليا راه مستعمله في المؤسسات، وفي في المجال العمومي، وفي الاس ام اس مثلا، في التواصل مثلا في السوشيال ميديا، يعني في فيسبوك، يوتيوب، الى اخره. فالانسان المغربي يعني بشكل عفوي وعادي راه تيستعمل الدارجه يعني في الهضره ولا في الكتابه. الاشكال تاع المعارضه هي في ان الدارجه تدخل المجالات ديال الاستعمال اللي يعني تقليديا كانت العربي الفصحى هي اللي محتكراها، او لغات اخرى بحال الفرنسويه وغيرها. فهذا هو ربما تنظر هو التركيز على هذه المساله، هذه ماشي على التواصل بالدارجه بحد ذاته. واخا كاين ربما تمشي بشكل بعيد وتيقول لك انه مثلا حتى في الهضره مثلا يتمنى لو اننا نهضروا مثلا بالعربي الفصحى او بشيء اخر مثلا بلاص من الدارجه. وتنظر هنا كاين واحد شويه المبالغه شويه في يعني في اش نقول واحد النوع ديال يعني نقولوا الاستيلاء هوياتي، او ان الانسان ما تيكونش عنده واحد الفخر بالثقافه ديالو، وانه يستعمل اللغه ديالو بواحد الفخر وواحد الاعتزاز بانه واحد الانسان اللي كابر في واحد الوسط ثقافي معين، وانه تيحاحى من ديك الثقافه وتيعبر عليها بشكل يومي. يعني الطبيعي هو ان الانسان تيتواصل بديك اللغه اللي هو مولف تيتواصل بها، اللي كيتواصل بها يوميا يعني في الهضره، يقدر يتواصل بها حتى في الكتابه. يعني ما كاين حتى شي اشكال او يعني نقولوا واحد يعني مبدئيا ما خصش يكون جدل في هذه المساله هذه. يعني كما مثلا ما عرفتش انا مثلا واحد الانسان سمع واحد المعلومه في الراديو او في التلفازه، مثلا ما عرفتش انا سمع مثلا شي واحد الرئيس امريكاني مثلا انتخب جديد، مثلا نقول مثلا جو بايدن مثلا، فهو ما عرفش شكون جو بايدن، فبغى يعرف هذه المعلومه هذه. يعني يقدر مثلا يسول الانسان، يقدر يسول شي واحد ويقول له جو بايدن راه هو كذا كذا، راه كان مثلا سيناتور، كان تزاد في هذه البلاصه، هابي عاش هذه الخبره ديالو في هذا المجال هذا كذا كذا. يعني يقدر يعاود ليه يعني بشكل صوتي، ويقدر الانسان يقلب على المعلومه بشكل كتابي. يعني ماشي بالضروره خص يكون واحد الحكر، خص يكون واحد اللغه هي اللي حكر اللي كتحتكر نقولوا الايصال المعلومه بواحد الصيغه معينه، واي لغه اخرى ما خصهاش يعني تستعمل نفس داك الترميز او داك الوسط يعني الكتابي مثلا الايصال نفس المعلومه. يعني في نهايه المطاف اللي نهضروا على الايصال، التواصل وايصال المعلومه، فالترميز الكتابي حتى هو واحد يعني واحد الطريقه ديال ايصال المعلومه، بحال الترميز الصوتي. يعني انك كتعاود على الانسان واحد الهضره تقدر تكتبها، يعني نفس المساله. يعني لو خدينا مساله بهذه البساطه هذه ما كانش غيكون واحد الاشكال. الاشكال كيكون غالبا نوع ديال التخوف من انه كما قلت انا الدارجه مثلا غتاخذ استعمالات ديال العربي الفصحى، ان هذا واحد النوع ديال ما عرفتش انا يعني مؤامره او حرب او استعمار او ما عرفتش انا. يعني كاين واحد المجموعه ديال الافكار اللي يعني تاريخيا ربما كان عندها واحد السياق ديالها اللي ربما كان صحيح وكان ملائم لذاك الفتره ديالها، ولكن ما تعنيش انه خصهم قديما مستمرين تفكروا بنفس الطريقه. يعني ونديروا اسقاط على ديال نفس الافكار على واحد السياق اللي مختلف تماما. ففي السياق ديال القرن 21، فالانسان تيبغي يتواصل بواحد الشكل سريع، بواحد الشكل بسيط، ويتبادل المعلومه، ولاكس المعلومه واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في القرن 21. لان هذا اش نقولوا يعني الـ انه التكنولوجيا دابا هي اغلبيه غاديه يعني الاتجاه ديال انه تحول التكنولوجيا المعلومات. يعني كل شيء اي حاجه تنشوفوها واحد الوقت غتولي معتمده بالاساس على المعلومات. يعني حتى مثلا الطب مثلا او الهندسه او غيرهم، يعني الداتا كتولي عندها واحد الاهميه كبيره. يعني كل مجال من المجالات، حتى مثلا بالنسبه للتجاره، يعني الماركتينغ الى اخره، كيجمعوا واحد العدد كبير ديال المعلومات، والتحليل ديالها والتطبيق ديالها وتطوير استراتيجيات على اساس ديالها كيتم بتحليل ديال دوك المعلومات. فالمجتمع الحالي هو مجتمع معلوماتي،
والتبادل ديال المعلومه شي حاجه اساسيه. ف يعني المعلومه ماشي بالضروره خص تكون بواحد اللغه معينه باش تكون معلومه اللي مقبوله او المعلومه اللي صحيحه او كذا. يعني نفس المحتوى ديال المعلومه اللي ممكن يتقال مثلا بالدارجه ولا بالفرنساويه ولا باي لغه اخرى يقدر يتقال بالعربي بيتو بالدارجه يقدر يتقال يعني بالدارجه. ف يعني كما قلت يعني باش نرجع مره اخرى الى جينا نفكروا بواحد الجانب اللي هو عملي ما كاين حتى شي ما كيبانش اشكال يعني ما كاين حتى شي اشكال في هذه الناحيه هذه. يعني بكل بساطه كاين واحد الانسان اللي محتاج المعلومه وكاين واحد الانسان اللي مستعد انه يتطوع ويوفر ديك المعلومه. ف يعني علاش ما غيكونش هذا التبادل ديال المعلومات؟ واي حاجه اخرى تنزيدوها راه هي غير واحد كما قلت هي واحد الاسقاط ديال واحد المجموعه الافكار ومجموعه الايديولوجيات ولا مجموعه المخاوف اللي ربما كانت صحيحه في واحد السياق وما بقاتش دابا بالضروره صحيحه في واحد السياق اخر واللي ممكن كنظن ببساطه انها تحيد غير بواحد الحوار اللي هو مفتوح ان الانسان يحل عقله الحوار ويتقبل افكار يعني جديده ومختلفه ويساهم يعني هو يعاون في التطوير ديال 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 يعني ديال اللغه المحليه مثلا الامازيغيه الدارجه الى اخره باش 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 الانسان المغربي كما كان يعني المنطقه فين عايش ولا يعني الباك جراوند ديالو الخلفيه ديالو المستوى التعليمي ديالو الى اخره يكون عنده اكسس للمعلومه ويقدر يلتحق حتى هو بالقرن 21 كما يعني جميع الشعوب اللي كاينين في العالم كامل. كلمه اخيره سيمونيا شنو ممكن تقول لنا؟ ككلمه اخيره نقول يعني انا تندعو الناس انهم يعني انهم يجيو يساهموا في ويكيبيديا بالدارجه لانه مشروع مفتوح اي واحد يقدر يساهم فيه اي واحد ناطق بالدارجه يعني مرحبا به في المشروع كما كان التوجه ديالو كما كان التصور ديالو حتى لو كان مثلا معارض للدارجه فيقدر يتفضل ويناقش ويبين زعما علاش هو بالنسبه ليه هذا المشروع مثلا ما خدامش او لا ماشي مناسب او كذا ومرحبا يعني ما كاينش اشكال في هذه الناحيه هذه. يعني تنظن انه المشروع باش يكون ناجح بشكل عام تيخص الناس اللي عندهم توجهات مختلفين وعندهم واحد الافكار مختلفين خصهم يساهموا فيه لان هذاك التلاقى ديال الافكار وهذاك التبادل ديال المعلومات هو اللي تيغني المحتوى ديال الموسوعه وغادي يعاون في تطوير زعما الموسوعه على جميع المستويات المستويات ديال الطريقه الكتابه مثلا. فالطريقه الكتابه يعني يعني في نهايه المطاف خاصها تعكس الرغبه ديال الاغلبيه ديال الناطقين بديك اللغه. يعني ما يمكنش انك تكتب بواحد الطريقه اللي مثلا الناطقين بواحد اللغه ما تيبغيوش يقراو بها لان في نهايه المطاف هذا الشيء مدير على ود باش القراء ولا القارئين ديال ديك اللغه غادي يفهموا المحتوى. فالانسان مثلا اللي بالنسبه ليه انه ديك الطريقه الكتابه ماشي مناسبه مثلا اللي مستعمله في ويكيبيديا بالدارجه فيقدر هو ينضم ويقترح طريقه اخرى ديال الكتابه او يساهم في الطريقه ديالو ويكون نقاش على الطريقه ديال الكتابه على المحتوى على اختيار الكلمات الى اخره باش نطوروا يعني المحتوى. وهذا الشيء زعما ماشي غير يعني كما قلت كما ذكرتي اصلا انه كاين مثلا لهجات مختلفه مثلا في المغرب فاحنا ترحبوا بجميع الناس اللي من جميع مناطق المغرب اللي عندهم مثلا لهجات اللي ربما مختلفه على اللهجات ديال اللي متداوله مثلا في التلفازه اللي ربما تيكونوا اغلبيه المغاربه ولكن غتكون حتى فرصه باش ان نتعرفوا على دوك اللهجات الاخرين حتى هما باش نشوفوا الكلمات اللي مستعملين ربما يكونوا كلمات اللي مناسبين في بعض السياقات اللي يقدروا يعاونوا اصلا في تطوير لواحد الصيغه نقولوا موحده ديال الدارجه ويقدروا مثلا يقترحوا طرق ديال الكتابه اللي مناسبه اللي ربما افكار اللي ما يمكنش تطيح على واحد الانسان اللي عايش ربما في منطقه اخرى او عنده واحد الخلفيه مختلفه. وداك الشيء علاش كما قلت كندعو الناس انهم يعاونوا في تطوير هذه الموسوعه هذه بالوقت اللي عندهم يعني لان كما قلت المشروع تطوعي في اي انسان في الوقت الفراغ ديالو اللي عنده قيس وعنده واحد الموضوع او مجموعه المواضيع اللي هو تيهتم بها يقدر يحاول يكتب ديك المواضيع. واي مساهمه راه حاجه مزيانه غادي تقرب المعلومه للناس بشكل عام وغتساهم في تطوير يعني نقولوا بشكل عام الثقافه ديال المغرب والابداع يعني عند المغاربه. ونتمنى انه يكون واحد المفعول اللي هو مفيد وإيجابي على المغاربة بشكل عام. شكرا للمستمعين الكرام، شكرا لمستمعاتنا الكريمات، شكرا لضيفي العزيز سيمونير عفيفي.
على الحضور ديالك معنا والحوار ديالك. شكرا على المعلومات اللي تقاسمتيها معنا. انا شخصيا استمتعت معك واتمنى يكون حتى المستمعين والمستمعات تاعنا استمتعوا معنا ودوزوا وقيتة ممتعة. واذا بغيتوا تعرفوا اكثر على المجموعه ديالنا ممكن انكم تواصلوا معنا عبر الفيسبوك والانستغرام وتويتر اللي هما ويكيميديا المغرب ويكيميديا ماروك في الانستغرام ومجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب في الفيسبوك. أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، غدا نضرب لكم موعد جديد مع حلقة جديدة، موضوع جديد، ضيوف جدد. دمتم في رعاية الله.